سمعت انه انت اكثر معجبيك هم الجنس اللطيف من الفتيات. هذه المعلومه صحيحه؟ يا حرام على حيوان يا حرام. لا يعني مو كلش مهم يعني بالنسبه لي. والله احنا بينا مشهورين قوي يا جدع. والله هي مو كل شيء. هي مو كل شيء. ايه الحكايه؟ انا مش فاهمه حاجه اطلاقا. هي مو كل شيء. انا اشوف العجايز هم يعني اقرب لنا وكمان انسه. الحمد لله.